ورا موقع بديل، مرحبا بكم في هذا اللقاء هذا اللي كنتمناه يكون لقاء سريع واللي كيجي اللي غنوقفوا فيه على جوج ديال الحويجات. الخبر ديال إفاد طائرات مغربية من طرف المؤسسة الملكية إلى دولة قطر محملة بمواد غذائية. العملية الثانية هو خبر عن وجود غضبة ملكية ضد فؤاد عين الهمة لأنهم حملوا المسؤولية ديال هو اللي وراء ذاك الاتهام ديال الريف بالانفصال. الخبر الاول واللي بالنسبه لي انا كان مثير ومثير جدا هو هذا الافاده ديال الطائرات المحمله بالمواد الغذائيه. احنا كصحفيين كتعرفوا الصحفي عنده دور تثقيف، دور تنوير، دور اخبار. ففي اطار هذا التنوير وفي ضوء جو ديال المغرب كما تنقولوا دائما كاين علاقه فتور وتوتر ما بين السلطه والصحفي. فاحنا عندنا مشكل اننا ما كنتناخذوش اخبار، ما كاينش ندوات صحفيه من طرف الدول الملكي، ما كاين والو. والامر كيتعلق بالفلوس وكيتعلق بمصالح الناس وفي واحد الوضع ديال الاحتقان والبلاد مجروحه، وخصوصا الخطوره ديال هذا الغياب ديال التواصل كيولد بعض المرات اشاعات كدور حتى بصوره المؤسسه الملكيه. لان ملي ما كيكونش تواصل في هذا المستوى كاين اللي تيقول لك واش الديوان الملكي ملي كيوفد طائرات محمله بمواد غذائيه، واش معناه ان الملك راه هاز الهم لقطر اكثر من المغاربه كما وقع في ذاك المشهد الافريقي. واش الملك كيحس بالافارقه وبالقطار وبشعوب اخرى اكثر ما ولا كيحس بالشعب ديالو؟ علاش؟ لان الان في المغرب وتحديدا في منطقه الريف احب وكره من كان، كاين جرح، مدينه مكلومه، كاين يعني كنعتبرها انا منطقه منكوبه نفسيا، لانه ملي كتجي هنا كاين واحد العسكره وسط الحسيمه منقطعه النظير. اي انسان ريفي عنده علاقه بالاحداث، ما عندوش علاقه بالاحداث ما كيعيش حياه طبيعيه. في مضع طوجو كاين البوليس، كاين الخنقه، بلاد مخلوق، كاين الحياه الطبيعيه في الحسيمه ما كاينش، كل شيء حزين، كل شيء كئيب، كل شيء مريض. هذه واحد. جوج، كاين غلاء المعيشه. السردين هنا كيدير شطون سولتو قبيله 40 درهم، اللويزي اللي كيدير 30 درهم كيدير 70 درهم، السول كيدير 120 درهم. تصوروا معايا الثروه السمكيه في الحسيمه، في قلب الحسيمه بهذا الوضع. ثلاثه، شنو هو المصيب؟ انه تهرسوا هنا الديور، كانت اعتقالات، كانت تعذيب، كانت المداهمات، عاشت المدينه الام. اربعه، والخطوره هنا، كل هنا 120 واحد اللي معتقل ولا متابع. بمعنى ملي كنقول 120 بمعنى كنهضر على 120 اسره مغربيه، ملي كنهضر على 120 اسره كنهضر على 120 عائله مغربيه، مع عائله راه عندها جيران. اذا المغرب، تصوروا الدوله المغربيه كلها مجروحه. فملي كيكون عندك التهراس والاعتقالات والتعذيب والعسكره وعائلات المعتقلين، واش كتفكروا فيهم دابا؟ عائلات كيفاش كيفطروا 120؟ واش هذوك ماشي جزء من الشعب المغربي اللي الملك تيقول ما يهمكم يهموني؟ واش هادو ما يستحقوش التفاته ملكيه؟ شكون اللي اولى بالالتفاته الملكيه؟ واش ريافه واش هذيك المليون اللي خرجت في الرباط واش ما يستحقوش التفاته؟ شنو هي المبادرات الملكيه اللي دارت الانسانيه؟ الى جانب سمعنا غير المقاربه الامنيه والمبادره القوضات، سمعنا المبادره القضائيه، ها مطار، ها اعتقال، هذا شد هذا، ولكن المبادره الانسانيه واش ما كاينش جبر الضرر؟ واش ما وقعش ضرر على الحوانت، على التجار، على السمكيين، على الفقهاء، على المساجد، على الطرقان في الحسيمه؟ راه كاين الم، راه الحسيمه راه كتشكل وحده منسجمه، راه كتشكل خليه، راه كيشكل تجمع بشري، وملي كيضر جزء كيضر جزء الاخر. ولهذا شنو هي الالتفاته اللي كاين؟ اذا ملي كتشوف انت عندك هاد الحوت داير هكا، عندك 181 مديوني، المغرب عنده 81 في المديونية كيتسلف. واش عباد الله ممكن دولة تسلف وعندك السلف ما كتعطي مواد غذائية؟ يعني عطيتي فلوس، فوقاش كتسلف انت ولا كتصدق ولا كدير الخير؟ ملي يكون عندك الفائض، بحال شي واحد عنده فائض لاباس عليه، كان عنده ما ياكل، عنده ما يشرب، من حقه يصدق باش يدير. انت عندك ناقص، عندك 81 ناقص، دوك دوك 4 طيار ولا 5 طيار زايدين فيك. هذوك 5 طيار قدو ينقصوا ليا من الحوت، من الشطون، هذوك ينقصوا ليا. كاين السعايا في المغرب، عدد من السعايا والتسول، هذه السعايا. كاين المغاربه ما كيرضاوش يسعاو، ساكتين. دابا كيفاش حنا كنعطيو الطياير والمواد الغذائيه وحنا عندنا بنادم عايش بحال البغال وبحال البهيمه؟ مع احترامي للمساكن، يا ربي اسمح لي منهم، ما كنقولش اجواءهم، هي هبط يا الديوان الملكي، هبط المليليه، شوف المعبر كيفاش كيعاملوهم، هبط السبته، راه البشر كيفاش المراه مسكينه محمله وكيفاش كيعاملوها البوليس وكيفاش كيضربوهم وكيفاش كيموتوا. واش هادو ما يستحقوا الزياره؟ واش السبته ما كتستحق الزياره؟ المعبر الحدودي ومليليه ما كتستحقش؟ واش الريف ما كيستحقش؟ واش الحسيمه ما كتستحقش؟ واش ام زوره ما كتستحقش؟ شكون اللي اولى بالالتفاته الملكيه؟ كيفاش ان عندك دوله في هذا الاحتقان ونقاش عمومي في المغرب؟ هو ما كنسمعوا غير مطار اضاف مطار اعتقل مطار جاب مطار، وكتسمع الحسيمه فين هو رئيس الدوله؟ كيفاش كتلتفت؟ واش حنا ولينا اقل شانا واقل يعني حظوه عند الملك من قطر؟ قطر مكراسيه مزيان في التنميه البشريه، مكراسيه مزيان من الدول المتقدمه، لاباس عليها. واش حنا قطر تعيشنا كاملين؟ كيفاش انا غير هاد الالتفاته في هاد رمضان وحنا دايز علينا الدكاكه؟ ف
هذه من الحوايج اللي تالت الانتباه ديالي واللي هي مثيره. النقطه الثانيه اللي مهمه هو هادشي ديال غضب ملكي فؤاد علي الهمه، انه الملك غضب. انا كنطرح اسئله كصحفي، السؤال الاول اذا كان هذه الغضبه صحيحه، ولو انني كنعتبر هذا خبر امني، ما كنظنش هذا الخبر هذا صحيح، لان لو كانت غضبه ملكيه على فؤاد علي الهمه خاصها تكون في الاول، هذا راه الملك والديوان الملك وعنده اجهزته، ماشي حتى اليوم من بعد المسيره، والا غيتفهم بانه المسيره اللي داروا عباد الله والغضب الشعبي اللي كاين دابا محاوله امتصاص الغضب، هو لانه ممكن يفسرها بهذه الطريقه كما وقع في البيضون في الاسباني، شكون اللي هز الدقه؟ هز فؤاد علي الهمه، خرجوا بان فؤاد عيد البركيلان وكذا وكذا. فهذه الطرق هذه انا كنظن هذا الخبر لا اساس له من الصحه. ثانيا كنطرح سؤال، شنو هو الاجراء اللي اذا كان هذا الخبر صحيح، شنو هو الاجراء الملكي مع فؤاد علي الهمه؟ كنظن على اجراء الاجراء الاداري ماشي الغضب، حنا ما كنحتاجوش الغضب، حنا كنحتاجو الدوله كتمشى بالقرارات، مثلا عن قيلو عن حاكمو، هذه راه منطقه تسمات انفصال، راه احتقان، راه ماشي الغضب عليهم من بعد الملك غضب عليه ورجعوا دا هذا جابوا، راه كاينين كاين. شنو هو الاجراء السياسي والاجراء الاداري اللي غيديروا الملك مع فؤاد علي الهمه اذا كان هذا؟ ثانيا اذا كان هذا الخبر خطير راه كيمس امن واستقرار مؤسسه ملكيه، حنا بغينا نفهموا واش بصح غضبان عليه ولا ماشي غضبان. حنا كنقولوا فؤاد علي الهمه هو اللي كيحكم المغرب، هادشي كيروج. الا كان غضب عليه خص الديوان الملكي يخرج برا يقول لا، هذا راه خبر يثير الفزع وسط المواطنين، هذا خبر خطير على الملك. سؤال اخر، الا كان بهذا الخبر صحيح فؤاد علي الهمه بهذا المنطق هذا، ولا كان فؤاد علي الهمه غادي دار شي قرار خطير على مصلحه الوطن، ثاني انا غضبوا عليه ورجعوه. دونك هذه القضيه ديال الغضبه الملكيه حق على فؤاد علي الهمه ولا كذا، خاص فيها الوضوح، خاص بيان الدواء الملكي يوضح نحن كشعب مغربي من حقنا نعرفوا الوضع ديال المؤسسه الملكيه، ما هو مستقبل فؤاد علي الهمه، خاصه ان الرجل عنده ملفات وعنده امن. حنا دابا خايفين ما عارفينش شنو كاينه كاع مره، واخطر ما كاين دابا اللي كيخلعني وكنبغي النقاش هو مؤخرا كيبان لي الحسيمه، هادشي اللي وقف التدخل وهذا الصمت، انه كاين شي جهه وسط الدوله الله اعلم، ربما كاين شي اختراقات بقات كتبان لي خطيره، والله يحفظ انا كنشك الا كانت شي اختراقات اجنبيه، لان كاين شي جهه كنحس بها كتدفع المنطقه نحو التصعيد ونحو المواجهه، وريافه صامدين ومكالمين ومسالمين في الوقت اللي الدوله كاسا كتبورد في قراراتها وكتزيد في الاعتقال وكانها بالعالي كتهيجهم وريافه كيديروا السلم. فبغينا وضوح في الديوان الملكي في هادشي ديال القرار ديال الغضبه الملكيه، ولا كنستبعدها، لان الغضبه الملكيه خصها تكون في الاول ماشي تادوز هاد الشهر هذا، والا غتم التفسير ديالها بطريقه سلبيه. ثم بالنسبه للالتفاته الملكيه، كناشدوا الملك التفاته ملكيه، التفاته ملكيه، هذوك المعتقلين خصهم يخرجوا، راهم مظلومين الملك محمد السادس، وحنا كنهضروا مع الملك وكنقولوا الملك وكنتشبتوا بالملك وخا ننتقدوا حنا مع الملك، المشكل هي ما كننتقدش من خارج الملك، مع الملك، واللي باغي يبعدنا على الملك واش ما ناقشوش راه كيأسس للاستبداد والفساد. النقاش كاين مع الملك، الملك هو اللي كيحكم، الملك هو اللي حنا كنخاطبوا الملك كنشرعنوه، حنا بغينا الملك يكون معانا، يكون معنا عباد الله، راه حشومه، راه عار ديك المسيره الدار البيضاء ديال الرباط، يجيو 10 د الناس حالتهم كي دايره وشكلهم مع احترامي ليهم، وبنادم حالته العرق خارج له من الطواف كو مع عاش الملك وديك الملك راه محترم، والملك خصو يبقى كبير، الملك خصو الملك راه ديال المغاربه كاملين، واش الملك كيبغيوها 10 د الناس ماشي حشومه، الملايين خارج، عاد حنا نقولوا عاش الشعب اخر يقول عاش الملك وتحطوا الملك تيبان ديك اللحظه شحال واحد عايشهم برا يقول ياه الملك كيدافعوا عليه 10 د الناس، 5 د الناس. إساءة لمحمد السادس، عار هذيك داك الصور داك التبهدل. شكرا لكم الزوار ديال الموقع، وإلى اللقاء.